آيات اليقين. استمع واقرأ، تدبر، تيقن. كلما أعلن الله تعالى عن ذاته في القرآن الكريم بصيغ المتكلم، الكلمات باللون الأحمر، أو خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغ المخاطب، الكلمات باللون الأخضر. في سورة الحجر قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم وقال تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا وقال تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. ننزل وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا وإنا وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. أرسلنا من قبلك وقال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلكه وقال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فتحنا وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. جعلنا وقال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها وقال تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. مددناها وألقينا وأنبتنا وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. عندنا وما ننزله وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا فأنزلنا فأسقيناكموه وقال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن وقال تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
علمنا علمنا. وقال تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ربك. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. خلقنا. وقال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خلقناه. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. ربك. وقال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا. وقال تعالى: وأن عذابي هو العذاب الأليم. عذابي. وقال تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم. وقال تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقضينا. وقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك. وقال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فجعلنا وأمطرنا. وقال تعالى: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. فانتقمنا. وقال تعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وآتيناهم. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا فاصفح. وقال تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. آتيناك. وقال تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. لا تمدن عينيك متعنا ولا تحزن واخفض.
وقال تعالى: وقل إني أنا النذير المبين. وقال تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك يأتيك اليقين.